بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. سنة يسيرة جدا وثوابها عظيم جدا جدا لا يعلمه أكثر الناس، قراءة سورة الإخلاص 10 مرات بعد كل صلاة بأقل تقدير طبعا. يعني هذه السنة لمن لا يستطيع أن يكسر منها. سورة الإخلاص لها فضائل عظيمة جدا، ذكر ابن كثير وذكر أيضا الإمام السيوطي في كتاب في الدر في كتابه العظيم الدر المنصور في التفسير بالمأثور في الفضائل العظيمة لقل هو الله أحد. جاء ثلاث من جاء بهن مع الإيمان فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وزوج من الحور العين كيفما شاء. من عفى عن قاتله، ومن قضى دينا عن غارم في السر، ومن قرأ قل هو الله أحد 10 مرات دبر كل صلاة. سيدنا أبو بكر الصديق قالوا له يا رسول الله ولو واحدة؟ قال له لو واحدة. خلي بالكم، يبقى أنت لو أنت قرأت قل هو الله أحد 10 مرات بعد كل صلاة زوجت من الحور العين كيفما تشاء، تكون أكثر الناس زواجا في الجنة، وتفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل أيها شاء. ده مش كده وبس، ده السبق إلى الجنة. ذكر أيضا الإمام السيوطي من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات دبر كل، من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 50 مرة، والحديث ده يقوي الحديث الآخر، لأن 50 مرة معناها إيه؟ حتى لو إحنا بنصلي 5 صلوات، 5 في 10 بكام؟ ب 50. فده حديث من طريق تاني، الحديث ده يتقوى بالحديث الآخر. الحديث التاني كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ قل هو الله أحد 10 مرات دبر كل صلاة، 10 في 5 ب 50. هنا بقى الحديث بيقول إيه؟ من قرأ قل هو الله أحد كل يوم 50 مرة نودي من قبره قم مادح الله فادخل الجنة. قم نودي من قبره، ده معناه ايه؟ ده يعني سابق الى الجنة، يعني انت لسه في القبر او انت لسه اول ما بتقوم قم مادح الله فادخل الجنة. معناه سابق الى الجنة، معناه دخول الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. فضل عظيم جدا. ده مش كده وبس، هذا الحديث ايضا يتقوى بالحديث الذي تقبله العلماء بالقبول وصححه الامام الالباني، من قرأ قل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل الله 11 مرات، من قرأ قل الله 11 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنه، من قرأ 20 مرة بنى الله له قصرين، من قرأها 30 مرة بنى الله له 3 قصور. فقال عمر بن الخطاب في روايه، وفي روايه اخرى قال ابو بكر الصديق اذا نكسر يا رسول الله، الله اكثر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الله اكثر واطيب، يعني مهما تكسر. لذلك انا اخاطب الان ضعاف الهمه، سالم ما عندوش قدره على العمل الصالح، اللي عنده همته ضعيفه، الوقت يعني وقته مشغول مش قادر يكسر، يبقى على الاقل قوي 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 تقرا 10 مرات بعد كل صلاه. طبعا في ناس بتقراها 500 مره و1000 مره في اليوم، لكن على الاقل كما قال العلماء ما لا يترك ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. ما انتش قادر يعني ما انتش قادر تاخد الخير كله، ما تسيبوش كله، خد ما تستطيع. فعلى الاقل 10 مرات. يبقى المراتب العظيمه ايه اللي انت هتحصيها من هذا من هذا من هذا من هذه السنه اليسيره؟ اولا هتبني 5 قصور في الجنه، 5 قصور، لان بعد كل مره 10 مرات، لان 10 مرات طبعا. الحديث اللي بقوله لكم ده حديث مرسل ذكره سعيد بن المسيب، وهو من اولاد الصحابه، وهو من كبار التابعين ومن اولاد الصحابه، لذلك صححه الامام الالباني، وهو حديث صحيح له باذن الله، وله كل ما قلناه قبل ذلك تقوي، لان مثلا 10 مرات فيها سر. يبقى مره قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيبني بلدك قصر، ومره قال بتخط تسمع منادي مناديه من قبرك يناديك يدخل الجنه، ومره ثالثه تكون من اكثر الناس زواجا وتزوج بالحور عين كيفما شئت. يبقى المنقبه الاولى هتبني 5 قصور، لان كل مره كل 10 بعد كل صلاه بقصر. القصر في الجنه مساحته عشرات الملايين من الاميال، هقول لكم الدليل من السنه. قال يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى حور مقصورات في القيام، قال الخيمه في الجنه او الغرفه في الجنه 60 ميلا في 60 ميلا، وارتفاعها كما بين السماء والارض. 60 ميل في 60 ميل يعني 3600 ميل مربع. وقال عليه الصلاه والسلام ايضا القصر في الجنه، القصر النبي والشهيد في الجنه به 5000 غرفه. اضرب بقى 5000 في 3600 ميل يعملوا 21 مليون ميل مربع، يعني 30 مليون كيلو متر. 30 مليون كيلو متر يعني مساحه ما يساوي مساحه جمهوريه مصر العربيه 30 مره. ده مش بس كده، يبقى انت كده زدت من ميراثك في الجنه عشرات الملايين من الاميال او من الكيلومترات. ستزيد من ميراثك من الحور العين
الآلاف أو عشرات الألوف أو مئات أو مئات الألوف، هذا يتوقف على منزلة هذا الرجل عند الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب على المنبر وقال: يا أيها الناس، أو تدون ما جنات عد قصر به 10,000 باب، على كل باب 25,000 امرأة. وفي رواية أخرى قصر به 500 باب، على كل باب 5,000 امرأة. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبني لك قصرا فارغا في كل غرفة، يعني يجعل لك من تأنس به واحدة أو اثنين أو ثلاثة من الحور العين في كل قصر. يبقى أنت زدت من راسك من الحور العين الآلاف أو ربما عشر. شوف أنت بقى، ده مش كده وبس. طبعا الحور العين لو أن واحدة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. في حد مفيش حد بيقدر يشوف النجوم بالنهار. ليه ما بنشوف ليه احنا ما بنشوفش النجوم بالنهار؟ عمرك سألت نفسك؟ لأن الشمس نورها قوي جدا. الشمس كتلة نارية مساحتها قد مساحة الكرة الأرضية 1,300,000 مرة. درجة حرارة المركز فيها 1,000,000. الشمس دي نورها لا يساوي شيء بالنسبة للحور العين. لو نزل بالنهار الشمس تختفي تماما، ولو نزل بالليل تجعل الليل نهارا. ده واحدة بس، ما بالك بقى بالآلاف. يبقى دي المنقبة الثانية. المنقبة الثانية الثالثة حديث من يلصق من الولدان المخلدين ما لا يحصى. الرسول قال في الحديث: القصر في الجنة فيه من 10,000 إلى 70,000 من الولدان المخلدين، مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لا يسمع الآخر، يتسابقون على خدمتك في الجنة. يبقى بنيت خمس قصور، يبقى اضرب 75,000 في 350,000 خادم في من الودان المخلدين، مع كل واحد منهم صحفة من ذهب فيها صنف من طعام لا يسمع الآخر. يبقى دي أول حاجة، زدت من راسك في الجنة عشرات الملايين من راسك من الحور العين من الودان المخلدين، تكون أكثر الناس زواجا، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل أيها شاء، ودول أصحاب المنازل العالية. ثانيا السبق إلى الجنة أو دخول الجنة بغير سابقة الحساب والعذاب كما جاء في الحديث الذي ذكرناه الآن. طبعا سنة عظيمة جدا جدا لا يضيعها إنسان عاقل. مش ممكن إنسان عاقل يعرف هذا الثواب يضيع هذا الثواب. يعني قرأ قول الله 11 مرات بعد كل صلاة تاخد منك إيه؟ فأنا هكتب لكم الأحاديث دي تحت فيديو سخون شو نشر هذا العلم في طاولة عظيمة لعل علما في الأجر عند يوم القيامة. لا أنقذ ذات من جنشان تشوش تفعيل الجرس واشتركوا القناة لأصحابكم كل جديد وتساعدون على شر السنة. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.